كل سنة وكل عام الله يخلي عم تضحى الله يخليها لأمها عسى بقامة أمها ولا تواصي علمها. هلا والله معاكم ضحى الحداد، اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد قرقيعان وقرقيعان وبيتكم قصير ورميضان. واللي عرفني شنو يعني كلمات الاغنيه راح اطيل اللي يبي، لاني صراحه حاولت اني افسرها ويعني ادور على معانيها بالمعجم، يعني على اي اساس صارت الكلمات كذي وايد منطقيه، بس ما لقيت حل. اوكي، وبما ان احنا الحين وصلنا لنص رمضان اوفيشلي، اكشلي من امس احنا واصلين نص رمضان والناس كلها قاعد تحتفل بالقرقعان وكذي، فانا قلت خل اسوي فيديو خاص حق هالمناسبه السعيده اللي فيها يعني اول كان التراديشن ان الاهالي يجون يطقون الباب على البيوت ويعني يغنون هذه الاغنيه قرقعان وقرقعان، والكبار يعطونهم يعني حلاوه وكاكاو عشان يستانسون. بس الحين طبعا تغير هالتراديشن، ما ادري عن يعني الدول اللي برا، بس احنا بالكويت تغير هالتراديشن، صاروا اليهال هم اللي يعطون الكبار قرقيعان. يس ام نوت كيدنج، هذا اخر قرقيعان ظل عندي وهو اخر قرقيعان وصل لي الى الان. انا عاده اوزعهم القرقيعانات لاني انا ما اكل الكيكه فحرام ينقطون، فانا اوزعهم على اليهال عشان احافظ على التراديشن الاصلي. هذا قرقيعان ايوتا اللي هي ايه وبدر عيال اخواني مقرقعين لي معطيني قرقيعان، فيعني وفي بنات اخوي ليان وسلمى ومريومه وعبد الله اخوهم هم عطوني قرقيعان، وبيت يدي هم عطوني قرقيعان. ما يعني احس اني يعني عد طفولتي، مع اني انا ولا مره قرقعت من قبل، بس الحين قاعده اقرقع وانا مو قاعد اقرقع. قرن قرن قرنقعوا قرقعونو قرقعان، قرن قرن قرنقعوا يا مياتو يا صبيان. اوكي، بما ان الحين عيشتكم الجو القرقعاني هوبفلي، اني الحين على موضوع فيديونا اليوم. فكرة الفيديو ان انا بما ان القرقعان هو عبارة عن ان نعطي اليهال حلاوة كاكاو واشياء يعني تحسسهم بحلاوة الدنيا، فأنا بهالفيديو أبي أشارككم خمس كتب أول مرة أتكلم فيهم قناتي، بس أنا قريتهم من زمان. ميزة هالكتب إن كلهم يحملون أفكار وايد حلوة، حتى لو إن الكتاب ككل ممكن ما عجبني، بس ما يمنع إن الكور آيديا مالت الكتاب وايد حلوة. فأنا بشارككم بخمس كتب فيهم هالطابع هذا، فعشان لا نطول أكثر من كذي خلنا نبدأ بالخمس كتب اللي أبي أشارككم فيهم. الكتاب الأول اللي أنا أبي أشارككم فيه اللي هو كتاب إما تأليف جين أوستن. قررت أقرأ هالكتاب بعد تجربتين لي مع جين أوستن، واحدة منهم كانت نوعا ما يعني مو زود، والثانية كانت حيل ناجحة، فأنا قلت يعني أبي أجرب تجربة ثالثة عشان أشوف يعني شلوني معاها جين أوستن، هل راح أحب كتاباتها ولا ما راح أحبه كذي. فجربت هالكتاب اللي هو إما اللي هو وايد يعني هايبد وكل الناس تحبه والكل انصحوا فيه. قريت الكتاب وحيل حيل انبهرت ايش كثر الكتاب عجبني، وكان المفروض صراحة اني انا احطه من لستة الكتب اللي خلتني اضحك، لان الكتاب طابع عليه الجانب الكوميدي اكثر من الدرامي مثل ما تعودنا على جين أوستن في كتاباتها برايد اند بريدجيس وسنس اند سنسيبيليتي. لا، هذا الكتاب جوه حيل مختلف، هو جوه وايد يطغي عليه الكوميدي ويطغي عليه الكونتمبرري رومانس ويعني سوالف بنات صغار، يعني حتى الفئة العمرية لهذا الكتاب اصغر من الفئة العمرية لكتبها الثانية. فكرة الكتاب تتكلم عن واحدة اسمها إما وودهاوس، هي واحدة يعني غنية وتعيش مع ابوها في القصر بعد ما تزوجت اختها، فصارت هي وابوها بروحهم في البيت. إما هي واحدة يعني فاضية ما عندها شغل ما عندها هدف بالحياة، شغلها الشاغل يعني طول اليوم انها تقعد مع حريم وتحش بالاكو الماكو وتحب قرقة الحريم وتحب يعني تتقصى اخبار وهالسوالف، يعني هي بنية مثل اي بنية ثانية بذاك العصر. المميز في هذه إما ان هي عندها هواية غريبة من نوعها، هي تحب تسوي ماتش ميكينج، يعني تحب تضبط بنات على شباب وتخليهم يتزوجون، يعني غرامها هالشيء. انزين يعني عادي تطالع واحدة كذي انت لايق عليك هذا هذا الشيء، تقوم تسوي المستحيل عشان تضبطهم على بعض واخر شيء يتزوجون. بعد محاولات عديده من التضبيط والنجاح الساحق اللي حققته إما، تقوم هي تقترب نفسها وتحس خلاص هي ملكه الكون وهي تقدر تضبط اي احد على اي احد. ففي يوم من الايام هي تكون في ميتم قاعده مع رفيجاتها قاعده تحش كالعاده وكذي، فهي تشوف واحده اسمها هاريت سميث، هي هذه واحده بنيه
جاية من باك جراوند يعني مو قوي وايد، ما حد يدري من أمها من أبوها، وهي عاشت طول حياتها في الميتم، ويعني تقدرون تقول يعني مو سوتبل إن واحد غني يتزوجها. بس طبعا إما خذت هالشي كتحدي وقالت تتحدون إني أنا أخليها هذه تتزوج واحد غني، وخلاص خذتها تحت ظلها وقررت إن هي تضبطها عشان تخليها تتزوج واحد غني. فصارت مهووسة بهالفكرة، وبس أي أحد يكلمها إنه خلاص أنا راح أضبط هذه هريت على واحد غني، وإيه رسمت ببالها منو هالغني اللي تبي تضبطها عليه. اللي يصير نتيجة هالهوس إما تصير فضولية وايد بحياة هريت، يعني يصير ما لها خصوصية. زين هي هريت أنا أقول لكم هي مو إنه لا خصوصيتي خليني وما شنو، بس يعني شيء ضايق واحد داش بخشمكم طول الوقت، يعني خلاص كله يعني هي تتحكم موعد قعدتها من النوم، تتحكم شنو تاكل، تتحكم شنو تلبس، تتحكم منو تشوف، منو تتكلم معاه، يعني تقدرون تقول صارت متحكمة وبوسي وايد. لين يدش بالسالفة بطل قصتنا اللي هو جورج نايتلي، اللي هو يصير اخو ريل اختها. زين وهو يحاول انه يعني يصادق اما عشان يبي يتعرف عليها وكذي، بنفس الوقت هو قاعد يحذرها يعني ترى اللي انت قاعد تسوينه مو عدل، يعني انت قاعده تسوين شيء يخالف الطبقيه اللي احنا متعودين عليها، رغم ان الافكار السائده وقتها يعني انا كنت ما اوافقهم عليها، بس ما يمنع انه يعني انت قاعدة تدششين احلام مو واقعية بحياة البنت هذه، وانت قاعدة تتحكمين فيها بغير منطق صراحة. انا في البداية تحس ان هذا جورج حاله حال اي واحد ثاني، فما تسمع وتكشت بكلامه وتطقه بعرض الحائط وكذي، لين بالنهاية تنفجر بويها كل جهودها، وهي تكتشف انها سوت مصيبة كبيرة وهي ما تدري. مثل ما قلت لكم الكتاب وايد حلو وهو فلافي، يعني حتى المصيبة اللي هي سوتها مو يعني هالكثر جد وكذي، بس هي يعني بالنسبة لها آخ انتهى العالم، يعني بحكم شخصيتها وطريقة تفكيرها. أكثر شيء بهرني بالكتاب طريقة الحوارات والمواقف اللي تنحط فيها البطلة، شلون هي وايد كونتمبرري لدرجة أني أنا ما أصدق أن الكتاب يعني انطبع قبل 200 سنة، مو معقولة. يعني لو قايلين لي أن الكتاب انطبع قبل سنتين كان راح أصدق، لأن المواقف اللي انحطت فيها البطلة والمواقف يعني شلون هي تتكلم مع أبوها وشلون تتكلم مع رفيجاتها وشي، احس يعني وايد من زمننا الحالي، او يمكن يعني قرقة الحريم ما تغيرت من 200 سنة I don't know. بس يعني انا وايد عجبني ان شلون جين اوستن كانت وايد معاصرة وسابقة زمانها بالنسبة لي، يعني حتى انا يوم قريتها اللغة كانت وايد سلسة اكثر من حتى سنسن سنسبيليتي، يعني وانا اقرا حسيت اني كني قاعد اقرا كتاب عادي، يعني ما كنا كلاسيك. بالنسبة لشخصية اما انا شخصيا يعني she wasn't my favorite، بس انا اتفهم ان هي الكاتبة متعمدة هي تبي تسوي شخصيتها كذي، لان يعني هي ببرايد اند بريدجز وسنسن سنسبيليتي سوت بطلاتها ان ذكيات وانه مثقفات وكذي، فهي بغت مثل ما تقول تكسر هالقاعدة هذه وجابت لنا بطلة يعني سطحية وايد وانانية، فطبيعي اني يعني انا كقارئة ما راح اتواصل مع هالبطلة وايد، بس انا وايد اقدر مجهود الكاتبة ان صج حسيت دشيت مخها، يعني حسيت صج انها واحدة سطحية وانانية وما يهمها الا نفسها وبس تبي اللي براسها تسوي وكذي، وهذا شيء طبيعي يعني. فاقدر اقول لكم يعني رغم اني انا ما حبيت شخصية اما الا ان هالشيء ما اثر على تقييمي بالكتاب، بالعكس يعني انا خلاني ابريشيت الكتاب اكثر، حسيت ان يعني جين اوستن تعرف تكتب شخصيات وكل واحدة لها يعني كومبلكسيتي غير عن الثانية، يعني بطلة برايد اند بريدجز غير عن سنسبيليتي غير عن اما، وهذا الشيء يعني انا وايد بهرني وحسيتها صدق تعرف تكتب. كالعادة مثل كل روايات جين اوستن اللي ما له خلق يقرا الرواية، في فيلم عليها اللي هو مال جوينث بالترو، انا شخصيا ما حبيت هالفيلم. اجين البي بي سي ما قصروا وسووا مسلسل من 3 حلقات بنفس الاسم اما، انا عندي كان وايد وايد حلو، رغم ان انا فضلت المسلسل مانسلسن سنسبيليتي اكثر، بس الامانة يعني they stayed true حق الستوري ويعني يابوها بطريقة وايد حلوة، رغم ان في يعني تغييرات طفيفة شوية بالقصة، بس يعني كان ممتع المسلسل، يعني انا يوم شفته حسيت دشش لي جو القصة صراحة. فبالنهاية عطيت كتاب اما 4.5 من 5. من عمر عادة أصيلة يلا نفرح بأحلى ليلة ونغني للجيران. الكتاب الثاني
الكتابان اللي أنا بتكلم عنه اللي هو Scribbles of Dreams تأليف ماري إي بيرسون. الكتاب هذا هو basically retelling حق قصة روميو جولييت بس بنهاية سعيدة طبعا. زين أنا أقول لكم الكتاب هذا مو أفضل كتاب عندي بالدنيا بس ما يمنع أن فكرته كانت حلوة، مو أوريجينال بس كانت حلوة نونذلس. أنا أحب الريتيلينجز عموما اللي ما يدري، فليش كذي يعني أنا قلت أبي أحط يعني شغلة حلوة كذي وخفيفة. فكرة الكتاب إن في عائلتين اللي هم عائلة ملون وعائلة كروتشفيلد، هما يعني من زمن والكل يدري إنه هما أعداء لدودين لسبب ما، ويعني هالعائلة كلش ما تواطن هالعائلة وكذي. فإحنا في هذا الكتاب نتابع قصة كيتلين ملون، هي تدش الثانوية وهي مستانسة، يعني هي أول سنة لي بالثانوي وكذي، تصادق واحد اسمه برام وتصير في بينهم صداقة حلوة وكله يعني يتفاهمون واثنينهم يحبون الرسم وكذي كذي، لين بالنهاية تكتشف انه هو اسمه برام كروتشفيلد اللي هو ولد العائلة الثانية اللي هم متاوشين معه. ومن هنا تبدي قصة روميو جولييت وشلون كيتلين وبرام راح يتخطون هالصعاب وينتصر حبهم بالنهاية. الكتاب وايد قصير، انا خلصته بقعدة واحدة، يعني هو مهش يعني عادي ريتلينك عادية بس فكرته حلوة وهذا الثيم مال الفيديو. فليش ذي يعني ممكن اقول انا انصح فيه اذا انتم بمزاج تبون يعني كتاب حيل قصير وحيل فلافي وشي يعني بعد ما تخلصونه تقدرون تقولون لا يذكر. زين يعني انا لو مو سويت له تقييم بالقدري صراحة كان ما ذكرت اني قاريته. هو زين اذا تبون تقرونه بس فكرته هو احلى شي فيه. طيب بالنهاية اعطيت كتاب Scribbler of Dreams 3 نجوم من 5. اوكي خلونا الحين من كتب الكنترولر والرومانس خليني على الشغل الصجي، يعني نبي توستات خيالية حلوة من اللي يحبها قلبي مع الكتاب الثالث اللي انا بتكلم عنه، واتوقع في بعض منكم راح يصير انترستد بالكتاب اللي هو كتاب الكائن الظل تأليف اسماعيل فهد اسماعيل. هذه اول تجربة لي لقراءة احد اعمال الكاتب اسماعيل فهد اسماعيل اللي انا الحين اكتشفت انه هو وايد مشهور بالكويت ابيرنتلي بس انا ما اعرفه. فانا هذا اول عمل اقرا له تحت توصية اخوي علي من البحرين من قناته اصدقاء القراءة، راح احط لينك قناته ولينك فيديوه اللي هو مقيم فيه كتاب الكائن الظل، راح احط اللينك بالديسكريبشن بوكس بلو. مشكور اخوي علي لانه وفر لي النسخة الالكترونية من الكتاب، ولا كان صدقوني ما لقيته بالكويت لان النسخة وايد قديمة، فالحمد لله تمكنت من قراءته بفضل النسخة الالكترونية. قبل لا اقول رايي بالكتاب خلنا نبدي بالفكرة مالت الكتاب عشان تفهمون يعني شنو اللي عجبني بالكتاب اكثر شيء. فكرة الكتاب تتكلم عن واحد جامعي وهو قاعد يسوي بحث حق الجامعة يعني لأحد المواد وهذا، فهو مأجر له شقة بروحه وكذي وقاعد يسوي وشغل عدل ومضبط الوضع وهذا. هو موضوع بحثه عن أشهر اللصوص العرب على مر التاريخ، فهو أوكي الحين قاعد يدور بالمراجع وما أدري شنو، وفجأة مرة في أحد الليالي يطالع ولا في يعني مثل ما تقول شخص أو كائن زين يمه وما يدري منه هذا. فلما يعني يطالع يقول له منو انت، يقول له ما تدري منو انا، يقول له نو انت الشيء بك هني وكذي، فيقول له انا واحد جاي عشان اساعدك ببحث. بعد حوار وجدال وكذي يكتشف بطلنا ان هالكائن اللي قباله هو كائن اثيري جاي من كتاب، يعني متشكله من كتاب اللي هي شخصيه حمدون بن حمدي اشهر حرامي عربي كان موجود في بغداد، لدرجة ان عنده نكنيم قوي ومشهور اللي هو حرامي بغداد. طبعا اخونا حمدون مو جاي لله ولا يبي يساعده عشان سواد عيونه، لان هو حمدون يبي طلب من بطلنا انه يحقق ليا، وعشان يحقق ليا لازم يسوون رحلة عبر الزمن الى زمن حمدون، وإنه لازم البطل يعيش بزمان حمدون عشان يحقق له مهمة لازم يسويها، وإذا سواها راح ينجو بحياته، وإذا ما سواها راح يصير استك بالماضي وصعب صعب رجعته للحاضر. فشنو راح يصير على بطلنا وشنو راح يصير على حرامينا حمدون، وهل راح ينجح بطلنا في تحقيق هالمهمة ولا لا، كل هذا راح تعرفونه لما تقرون الكتاب. صدقوني أنا قاعد أحاول قدر الإمكان أني أنا ما بيحرق عليكم شيء، بس الكتاب حيل قصير، لكن أنتوا شفتوا هاللي قلت لكم إياه كل هذا تقريبا نص الكتاب.
الكتاب. فأنا قاعد أحاول إن يعني أمسك نفسي وما أحرق لكم الأحداث كلها وكذي عشان إذا أنتوا تبون تقرونه. هذا شخصياً أنا وايد 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 عجبتني فكرة الرواية وحسيتها وايد أوريجينال، وحسيت يعني ممكن إنها تنصاغ بطريقة إن تصير رواية حيل إبك. أنا شخصياً أكثر شيء أزعجني بالرواية اللي هو أسلوب السرد. أسلوب السرد كان يعني سرد زين، ماكو فصول وحوارات يعني حيل ورا بعض ورا بعض لدرجة ساعات أنا ما أدري منو اللي قاعد يتكلم، خاصة أن بطلنا ما له اسم، فيعني عادي إنه شنو هذا، وفي يعني كلمات يعني صعبة نوعا ما إنه يعني شنو يعني وشنو قصده بهالأسلوب، وايد يعني إنه شو أقول لكم تعبيرات بلاغية ما لها داعي تقدرون تقولون. فأنا شخصياً وايد زعجني هالشيء، حسيت إني كني قاعدة بكرسي كشخة بس مو مريح زين. يعني الفكرة حلوة وأنا وايد متحمسة لها وأبي أعرف شنو يصير، بس الأسلوب مو ساعة في الرواية، وحسيت يعني كنت منزعجة معظم الوقت من هالشيء. إذا تبون تقرونها اقروها it's worth a shot، بس يعني تحملوا شوية أسلوب السرد، هو أكثر شيء مزعج بالرواية. يعني أنا شخصياً وايد في مشاهد عجبتني، شلون هو يعني مدخل التاريخ بالسالفة، وإنه شخصيات صجية يعني شخصيات تاريخية حقيقية لها دور بالقصة، وإنه شلون يساعدونه ويلا إحنا ظهرك وتعال يلا وما أدري شنو. يعني في أحداث تكون مؤرخة بطريقة معينة يعني كلنا نعرفها، بس لما يرجع بالزمن ويشوف الأحداث الحقيقية يكتشف إنها كانت العكس تماماً. أنا شخصياً ما أحب الشعر، بس بسبة هالكتاب يعني حبيت بعض الأبيات surprisingly. إنزين أنا يعني كلش ما أحب الشعر ولا مودي إنزين، بس في أبيات صراحة شدتني، وشلون إنه قاعدين يسوون مناظرات شعرية وما أدري شنو. يعني حتى أنا اللي ما أحب الشعر حبيتها، فأتوقع اللي محبين الشعر راح يحبونها صراحة. طبعا ما أفتي، يمكن لأن الشعر كان وايد سالفة في بعض الناس راح يقولون إنه شوية شعر يعني ما أدري شلون صاير. أنا شخصيا لأني فهمت كلمات الشعر فأنا حبيته. يعني أقدر أقول لكم أنا تقييمي للرواية أكثر شيء يعني حطيته على الفكرة، الفكرة هي أحسن شيء بالرواية regardless عن أي شيء ثاني. فبالنهاية عطيت كتاب الكائن الظل 2.5 نجمتين. نيجي الحين على الكتاب الرابع اللي أنا أبي أشارككم فيه. الكتاب فكرته وايد حلوة، وايد أوريجينال، ما شفت مثلها من قبل ولا شفت عقبها عقب صراحة. إنزين اللي هو كتاب The Future of Us تأليف جاي آشر وكارولاين مكلير. أخيرا قلت اسمها صح. أنا أقول لكم الناس اللي راح يستمتعون بالكتاب هم الناس اللي طفولتهم بيسكلي بالتسعينات، هذيلا أكثر ناس راح يستأثر على هالكتاب لأن في وايد رفرنسز من التسعينات. Actually الكتاب كله تقع أحداثه في التسعينات. فكرة الكتاب تتكلم عن واحدة اسمها إما، هي يعني عايشة في سنة 1995 أو 1994، هي بالثانوية ومستانسة وكذي، أيام اللي توا طالع الإيميل وتوا طالع الكمبيوترات البي سي وما أدري شنو حيل مستانسين وهذا، فأمها مشاريت لها يعني بي سي ومستانسة وهذا، فهي قاعدة تسوي يعني إنستوليشن حق الويندوز وما أدري شنو، يعني وايد بطريقة حلوة يعني صدق رجعوني أيام التسعينات وكذي. فإما تستعين بصديق طفولتها جوش إنهم قاعد يركبون الكمبيوتر وهذا، لما يتبطل الكمبيوتر يكتشفون ان الكمبيوتر دش موقع غريب اسمه facebook.com، وبهالموقع هم يشوفون بروفايلهم بعد 15 سنة شنو راح يصير عليهم. فهي اما تنصدم يعني الستاتيوس مالها مثلا انها متزوجة وعندها عيال ومتخرجة من هالجامعة وان تخصصها كذي وها، فتستغرب يعني تقول هذه انا في المستقبل. فهي كايدة يعني السفر بالزمن بس it's not زين، يعني هما قاعد يطالعون شخصياتهم المستقبلية. بالنسبة لجوش هو يعني وايد مستانس من مستقبله وحس انه اوكي خلاص انا راح انتهي نهاية سعيدة وكذي، بس إما مو عاجبها مستقبلها فتقرر انها تبي تغير مستقبلها. فهي تتصرف بشغلات ومواقف معينة من خلالها يتغير الستاتيوس مالها مال الفيسبوك، فكل مرة هي تتصرف تصرف جديد في المدرسة أو خلال يومها أو تقط قطة على أحد وكذي، تشيك على البروفايل مالها تكتشف إن البروفايل أصلاً تغير كله، حتى صورة البروفايل تغيرت، زواجها تغير، يعني وايد أشياء بحياتها تتغير. فهذا الكتاب يعني بيسكلي يعلمكم عن البترفلاي افكت اللي هو إن تصرف واحد يسوي راح يسوي مثل ريبل أو يعني
موجة إنه راح تأثر على حياتك كلها وممكن تغير مستقبلك. وايد حبيت فكرة الكتاب، وايد يعني حبيت شلون هم مدششين الفيسبوك بالسالفة، وإنه شلون هم يعني يشيكون عليه ويعني يشوفون الصور وما شنو، ويشيكون على ربعهم إيش بيصير عليهم. وهذا يعني فكرة حيل أوريجينال صراحة، رغم إنها مو تكنيكلي سفر بالزمن، بس أنا أقدر أقول إنها سفر بالزمن، لأن حتى الجانرا مالها بالجودريز حاطين إنها تايم ترافل. بس هذه الفكرة بيسيكلي صراحة، يعني أنا شخصيا وايد 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 عجبتني الفكرة، استمتعت في الكتاب، خلصته بنفس اليوم قاعدة واحدة. الكتاب يعني مو طويل وايد ولا قصير وايد، حجمه زين وممتع، يعني it will keep you engaged، هذا اللي أقدر أقول لكم إياه. يمكن نقطتي الوحيدة على الكتاب نهايته يعني بغيتها أفضل من كذي، يعني حسيت ما نهوها بالطريقة اللي أنا كنت متوقعتها، يعني خلوها كايندا مفتوحة. بس يعني ريم قالت إن النهاية كانت منطقية بالنسبة لها، أنا شخصيا لا بغيتها أحسن من كذي، فهذه صارت الإشكالية بيني وبين الكتاب. فبالنهاية عطيت كتاب The Future of Us 4.5/5. اني الحين على الكتاب الخامس والاخير اللي انا بشارككم فيه. هذا الكتاب يعني من احد اطول الكتب اللي انا قريتها، كتاب مو قصير، وانا يعني من سمعت فكرته يعني خلاص ام سولد، لازم اقرا، يعني فكرته حيل كانت تشد، وانا يعني استذبحت عشان احصل الكتاب عشان اقرا، اللي هو كتاب ريفولوشن تاليف جينيفر دونلي. فكرة الكتاب هي تتكلم عن واحدة اسمها اندي، هي تعيش بنيويورك مع امها، عمرها 17-18 سنة. هي يعني قاعدة تسوي مشاكل وايد بمدرستها، وكل الناس متأذين منها، وهي يعني طبيعتها اللي I don't care وخلاص بس يعني، وما شو يعني تحسسنا ان هي ملكة الدراما، وان هي حياتها اسوأ حياة وما ادري شنو. فأمها تقرر انها تقول خلاص I can't take this anymore، وهذا فتقرر انها تدزها حق ابوها في باريس عشان تقضي معاه عطلة الشتاء، وممكن ان هناك يعني لما تتوطد علاقتها بابوها انه يعني يعلمها شيء جديد هي ما كانت تدري عنه بحياتها. فلما توصل اندي باريس هناك تنبهر بثقافتهم ويعني شلون اثارهم والكلتشر مالهم وكذي، فهي يعني قاعدة ببيت ابوها يعني مرة شي قاعدة تتعبث وهذا، ولا تطيح بيدها مذكرة من 200 سنة زين حق واحدة اسمها ألكساندريا، هي كانت تعيش بباريس، وهي كانت واحدة يعني نفس عمر أندي تقريبا، وكان حلم حياتها ان هي تبي تصير ممثلة مسرحية، وكان عندها طموح بالحياة وهذا. فأندي يعني بحكم فضولها وهذا والفضاوة تقوم تقرأ مذكراتها يعني، وكل شوي يحطون لنا انتري يعني ان شلون كانت حياتهم قبل، شلون كانوا يعيشون، يعني الفقر شلون أثر فيهم، الحروب والثورات ايش سوت فيهم وهذا، يعني تقدرون تقولون انتم قاعدين تعيشون حقبة تاريخية في تاريخ فرنسا اللي يلوع الكبد هذا. انا ما احب تاريخ فرنسا كلش زين، بس الحين اتي لكم الحبكة الصجية زين. اللي يصير ان اندي لما تخلص اخر صفحة من المذكرة، المذكرة يعني ما تدري شنو صار عليها، يعني بنص الكلمة توقف، فاندي تتعقد يعني شنو اللي صار اللي بنص الكلمة واقفة، الكلمة مو كاملة ايش دعوة يعني زين. فيعني تقوم تحاول تبحث يعني عن هذه ألكساندريا بالنت وكذي، ما تلقى عنها اي ريكورد وهذا. تقوم تنام تقول خلاص باكر من اصبح افلح، تقعد من النوم تلقى نفسها في باريس قبل 200 سنة، وتصير هي ألكساندريا، ولازم تعيش حياة ألكساندريا وتكمل قصتها اللي ما خلصت بالمذكرة. او ماي جاد، قولوا لي القصة بعد ما شدتكم شوت. انا يوم قريتها قلت لا، انا هالكتاب انا قريته، هالكتاب انا لازم اقراه، يعني مو طبيعية قصته والفكرة حيل تشد. انزين انا بديت اقراه مع بوك كلاب كنت مسويته في منتدى كويتيات، انزين وكنت اوف كل حماس ابي اقراه. للأسف يعني أنا على كل هالحماس والخبة اللي سويتها عليه، ما أدري ليش حسيت بالملل بنص الكتاب، يعني حسيت إن اتفل سو فلات بالنسبة لي، إنه أوكي إنزين، يعني حياة ألكساندريا كانت وايد مملة بطريقة مو طبيعية، وشخصية أندي كانت وايد تتحلطم على ما أدري شنو، يعني حياتها ما فيها شيء، بس تعرفون الواحد اللي يدور مشاكل بس يبي يتحلطم زين. وزين سووا علاقة حب يعني مني والطريق، بس يعني
البطل ما له دور كلش، ويعني ما ادري شلون حسيت وايد في اشياء يعني ميسنج، يعني حرام القصة كانت وايد حلوة، الفكرة يعني متعوب عليها، حتى الكاتبة يعني انا ملاحظة ان الكاتبة سوت ريسيرش وايد قوي قبل لا تكتب الكتاب، خاصة يعني عن الكوستومز ملوت الازياء الفرنسية، وشلون يعني المواقع الاثرية اللي صارت، الحروب اللي صارت، المعارك، السوالف، الشخصيات وكذي، يعني مبين شغل متعوب عليه. بس للأسف يعني البلات يعني didn't do it for me، يعني أنا توقعت إني راح استمتع فيه وايد أكثر من كذي، بس هذا ما يمنع إن الفكرة كانت وايد حلوة، والبنات اللي كانوا معاي اللي قرأوا معاي الكتاب وايد عجبتهم الفكرة، في بعضهم ما عجبهم مثل وجهة نظري، بس الأغلبية عجبهم، وهذا شيء وايد حلو، أنا كنت وايد مستانسة يعني إن في ناس عجبهم، لأني أنا وايد استئت من نفسي وحاولت يعني قدر الإمكان إني أحب الكتاب، بس ما أدري ليش يعني ما أدري حسيت كان وايد ممل، بيسكلي كان وايد ممل. اللي شدت القصة بليز اقروها، give it a shot وقولوا لي هل أنا يعني كان ذوقي في شيء وقتها، ولا هي صج القصة مملة؟ قولوا لي أراءكم، أنا صج أبي أحد يقرأ هالكتاب، لأني أبي أجمع آراء عليه، يعني ممكن I consider I reread it، لأن حرام الفكرة وايد 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 حلوة، إنزين بس يعني ما أدري شنو اللي صار فيني. فبالنهاية عطيت كتاب Revolution 3.5/5. لا أنا ما فات الوقت مات، عيش العمر ومن الفرح مهما يصير. واو خلصنا الخمس كتب اللي انا بتكلم عنهم، من زمان انا مو مسويه فيديو كذي اني خمس كتب مو متكلمه عنهم واتكلم عنهم واحد واحد، شعور غريب بالنسبه لي. ان شاء الله استمتعتوا بقرقيعاني لكم، ان شاء الله استمتعتوا بالكتب اللي انا عرضتها لكم. اذا عندكم اي اقتراحات لفيديوهات قولوا لي بالكومنتات سكشن بلو، انا قاعده اجمع لسته وايد ناس قاعدين يطلبون مني، يعطيكم العافيه وقاعد يعطوني اقتراحات وايد حلوه، انا قاعده احاول قدر الامكان اني انا البي اقتراحاتكم ويعني اسوي الريكوست مالكم. سوري اذا انا قاعده اتاخر اني انا اسوي ريكوست مالكم وكذي، بس لان انا عندي وايد ناس طالبين مني فيديوهات وقاعده اسويهم يعني شيء وقاعده احاول اني انا اكون ابديتد مع المناسبات اللي قاعده تصير، عشان تحسون ان بتواصل بين عالم القراءه والعالم الحقيقي، عشان يصير القراءه عالم اجمل. ومشكورين مشكورين بنات اخوي ليان وسلمى ومريومه، وحتى ولد اخوي عبود على يعني جو القرقيعان اللي اعطيتونا اياه بالفيديو، ومشكوره زهراء مرت اخوي على التصوير، لان ما شاء الله شدت حيلها مسكينه وقامت تصور لي، وهذا فمشكوره مشكوره ما قصرتي. وقرقيعان وقرقيعان بيتك صير ورميضان، عادت عليكم صيام كل سنه وكل عام، الله يخليكم كلكم حق اهلكم، الله يخليكم لامكم، عسى البقعه ما تخمونها ولا تواسون علمها، ما ادري كذي الغنيه ما ادري من زمان انا مو مقرقعه. المهم لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناه، لا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي انا دائما احطهم بالديسكربشن باكس بلو. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد وقرقعان وقرقعان، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. لا انا ما فات الوقت مات، عيش العمر ومن الفرح مهما يصير. لا تقول لا لا لا، عيش الحياة مهما كبرت بداخلك طفل صغير. بنقرقع على كل بيت، وش يمنع اذا حبيت ارجعني قرقع قرقع قرقع. لما فاتت شبر توليت، بنقرقع على كل بيت، وش يمنع اذا حبيت.